مشاهدينا الكرام، المزيد من التعليق معنا هاتفيا الكاتب السياسي التركي طه عودة أوغلو. مرحبا بك استاذ طه. ما تعليقك على ما ذكره موقع المونيتور الامريكي؟ ذكر ان وزاره الدفاع الامريكيه سلمت ميليشيا سوريا الديمقراطيه شحنه اسلحه كبيره. نعم، مساء الخير لك وسائر المشاهدين. يعني من دون شك، يعني اعتقد الولايات المتحده الامريكيه لم تتخلى لحظه عن دعمها للميليشيات الكرديه، ان كانت في اداره الرئيس الحالي ترامب او الاداره السابقه. كما تعلمون، يعني قبل عامين تقريبا هناك وكاله الاناضول التركيه وثقت وصول اسلحه ثقيله الى الميليشيات الكرديه داخل الاراضي السوريه. الولايات المتحده الامريكيه دائما ترفض ودائما تضع هناك بعض الاسباب التي تدفعها لدعم هذه الميليشيات، ولكن يعني كما ورد في تقريركم اعتقد ان السبب الرئيسي لدعم تلك الميليشيات هو المحاربه لتنظيم داعش الارهابي. يعني نحن الان على ابواب انتهاء، على مشارف انتهاء القضاء على هذا التنظيم. اعتقد ان السياسه التي انتهجتها واشنطن خلال الفتره الاخيره الماضيه كانت هي غير واضحه، سياسه كما تصفها انقره مماطله فيما يتعلق ب الملف السوري، وهذا الذي دفع انقره الى الابتعاد كثيرا عن واشنطن والتحالف والتقارب مع روسيا خلال العامين الماضيين. كل هذه الامور هي ايضا خلطت الاوراق داخل الارض السوريه بسبب التخبط في السياسه الامريكيه والسياسه الغير واضحه. مشان هذا التخبط استاذ طه، ما مصداقيه وعد وزاره الدفاع الامريكيه لتركيا بأنها ستقوم بإخراج الأسلحة الثقيلة من ميليشيا سوريا الديمقراطية بعد انتهاء هذه المعارك؟ يعني هذه كانت وعود كما تفضلت، يعني هذه إحدى الوعود والتي وردت خاصة في العديد وكثير من اللقاءات، ولكن هناك تصريحات أخرى بأن هذه الأسلحة ستبقى مع هذه الميليشيات. الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد من هذه القوات ان تكون موجوده على الارض. اعتقد ان القرار الذي اطلقه الرئيس ترامب في 19 ديسمبر الماضي بانسحاب من سوريا ومن ثم رجع عن قراره هو من غير الصعب جدا، يعني ان تتخلى واشنطن عن كافه الخطوات التي اخذت عليها في الفتره الماضيه وان تترك الساحه لايران وتترك الساحه لروسيا. اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه حاليا بحاجه الى الميليشيات الكرديه في المرحله المقبله، وخاصه نحن الان على ابواب الترتيبات النهائيه للوضع في سوريا، والكل يعني كما تعلمون حاليا ينتظر يعني ما يحصل عليه من خلال هذه الكعكه السوريه. لذا تخلي واشنطن عن هذه الميليشيات هذا من الصعب جدا. لاحظنا خلال الاسابيع الاخيره ومن خلال الزيارات المتكرره التي تاتي او يقوم بها المسؤولين الامريكيين الى انقره هي فقط لتبديد المخاوف والتصديدات لتركيا، ولكن تركيا اصبحت لا تثق في الحليف الامريكي. قبل يومين كان هنا زياره للمنسق الامريكي في الشؤون السوريه جيمس جيفري الى انقره، وتم البحث عن موضوع الانسحاب، عن موضوع المنتج الذي لم يتحرك هذا الملف اطلاقا منذ تقريبا حزيران الماضي، لم يحصل اي جديد عليه. انقره بتصوري الى حتى هذه اللحظه هي تتابع بشكل كبير وتعي تماما بان هناك مشروع الولايات المتحده الامريكيه تقوم عليه، ولكن هي تقف بالمرصاد. كما تعلمون تركيا حاليا في الوقت الحالي مقبله على انتخابات محليه مهمه في الغايه، هي تتريث وحاليا في قاعه الانتظار الى حين انجلاء هذه الانتخابات، وسوف يكون هناك موقف اكثر صرامه من الموقف. سيكون هناك اذا موقف اكثر صرامه، ما تاثير ذلك في الاجواء المتوتره على الحدود التركية السورية والعمل العسكري التركي المرتقب في منبج؟ هل سيؤجل بعد الانتخابات كما ذكرت؟ من دون شك، من دون شك اتصور، يعني اعتقد ان كلا الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية تعي تماما لان تركيا حاليا تركيزها بشكل كبير على الوضع
الداخلي وترتيب البيت الداخلي وموضوع الانتخابات. لذا نلاحظ ان هناك تصريحات متعاقبه ومتتاليه من قبل واشنطن، تحدث عن 200 جندي و400 جندي ومن ثم بعض الحلفاء، وتركيا حاليا تنتظر. هناك ايضا تصعيد من قبل النظام السوري، الروس يصعدون على تركيا في موضوع ادلب. اعتقد ان تركيا حاليا هي لن تخطب على اي خطوه يكون لها تاثيرات سلبيه على الوضع الداخلي. اعتقد ان التحرك التركي سوف يكون بعد نيسان المقبل. نعم، اذا اشكرك شكرا جزيلا. كاتب السياسي التركي سيد طه عوده اغلو.